بيبدأ الفيلم مع طفلة بتجري في جناين مدينتي في عالم مليء بتشوف اوبا نسوان بنات بتجري على الحيط وحاجة في منتهى انعدام الجهاز في عندهم زي فعالية ضم القطن كده عندنا بس ده على اسخن شوية. بيبدأ السباق ولأن الطفلة رجليها أطول من رجليهم فطبيعي بتكسب. سنة 84 بيدخل 2 لصوص محل مجوهرات بيسرقوه ويخرجوا عادي جدا. وقع المسدس هرج ومرج هقتلها ما تقتلهاش هرميها يا ابني بلاش اوبا سوبر مان الغلابة. بعد شوية مناوشات لفتهم لفت هدايا في ملاية ورمتهم للشرطة اللي كعادة كل الأفلام الأجنبي مالهمش في الأكشن. تتقابل ديانا في باربرا اللي محدش طايقها وبتعزمها على الغد فبتقول لها معلش عشان وقت الفيلم. بيروحوا يشوفوا صفقة الآثار اللي اتمسكت فيلاقوا فيها حجر مكتوب عليه اتمنى أمنية فيدخل الروش ده ويتمنى كوباية قهوة فيظهر واحد معاه كوباية زيادة ويجي واحد يعكس باربرا فبتديله ديانا سوبليكس تجيبه الارض. انت جامده قوي على فكره. بتروح باربرا المكتب وتمسك الحجر وتتمنى انها تكون بنفس قوه وجاذبيه حلاوه وشقاوه ديانا. بتقابل ديانا في لورد وتقول لها لورد روش قوي يا انسه ديانا فبتقول له انت روش فبيعمل كده. بيعزمهم على حفله فبترفض ديانا وتروح عادي. بياخد لورد باربرا المكتب عشان يحل الواجب مع بعض وهناك بياخد منها اعز ما تملك الحجر طبعا. واحد بيطارد ديانا في الحفله فتقول له لو سمحت بعد عني وبتقوم حضنه. وبنكتشف ان ده ستيف حبيبها ورجع من الموت لما هي مسكت الحجر واتمنت رجوعه. بيمسك لورد الحجر ويتمنى يكون هو الحجر واي حد يلمسه تتحقق امانيه. فبتصحى باربرا على مشهد مسروق من فيلم زيزو فبتقول لها ديانا يا حبيبتي فين الحجر. بتقول لها على الشجر. بيروحوا مكتب لورد عشان يكتشفوا ان الحجر على الشجر فعلا. قال لها ما تيجي ندور في السله كده بالصدفه يمكن اطلع تذكره لمطار القاهره ولا حاجه. بيقرروا يسافروا. طب هنعمل ايه؟ بتوديه المطار وتقول له الفيلم فيلمنا والدفاتر دفاترنا اختار لك طيارة. بيوقف الامن يحل على الطيارة قبل ما تطير على اساس انها ده كربط يعني وكده. بيروح لورد العمر واكد ومعرفش ليه دايما رابطين العرب بالزي الهندي. قال انا عاوز البترول بتاعك. قال له لا. قال له طب اخد الرجالة دي وامشي. وبيمشوا عادي. بيتقابل ديانا لورد في الطريق فتقرر انها تفضل بصاله كده بتاع ربع ساعة. بيبدأ ضرب النار ولان 504 عربية مدرعة فما بتتأثرش بالطلقات. وبتشوف اطفال في الشارع فتتعلق الصاروخ في الصاروخ وفي مشهد معمول ب2 جنيه كل جنيه لوحده بتمسك الطفلين ماسكه غريبه كده وتطير. بيعرفوا بعد كده ان التعويذة ده علشان تتفك لازم كل واحد يتمنى امنيه يتخلى عنها وان كل واحد يتمنى امنيه بيفقد حاجه قصاده. فتقول لهم باربرا انها مش هتتخلى عن امنيتها ومش هترجع تلبس جيبه تاني. لورد بقى هو محقق امنيات البشر وساعد على انتشار الفوضى. بيقول للرئيس امنيتك ايه؟ قال له ودي. بتدخل دانا بالكرباج بتاعها تلسوع فيهم فتدخل باربرا وتقول لها حد ليه شوق في حاجه. بتبدأ باربرا تفسري على الناس فبيصعبوا على ديانا اللي كانت فشخاهم من شوية. بيمسك لورد البرنس ده ويقول له اتمنى امنية يقول له وشك الحيط وقفاك ليه. بتقول لها باربرا مش هسمحك ترجعيني البس جيبة تاني. ايه ده؟ اخلع انت دلوقتي خمسة وحصلك. بيجي البرنس ده ويقول لها عاوز اروح لديانا فبتبعته. ايه يا وحش مش قلت لك هحصلك؟ وعشان قوة ديانا ترجع لها تاني كان لازم تتخلى عن هاني. وب2 جنيه جرافيك كل جنيه لوحده بتطير ديانا وسط السحاب بعد ما رجعت لها قوتها. الحركة دي بتدي سرعة 20% زيادة لأي سوبر هيرو بالمناسبة. بيطلب لورد من باربرا تتمنى اي حاجه فتقول له مش عاوز ارجع البس جيبه تاني فبيحصل. وزي ما كلنا عارفين ان النمور ما بتتكهربش من اسلاك الضغط العالي لكن بتتكهرب في الميه. العالم بينهار وكله بيتمنى امانيه ومحدش فكر يتمنى موت لورد مثلا عشان ننهي الفيلم. فبتبلغ ديانا رساله للعالم عن طريق لورد انهم يتخلوا عن امانيهم لانها هتفقدهم حاجات تانيه اهم. كله بيتخلى عن امانيه وبيرجع العالم لطبيعته. وما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك والاشتراك في القناة على اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد. سلام.